السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. كتير بتقابلنا أسئلة عن الأمراض التنفسية والكحة تحديدا، الكحة عند الطيور والخرخشة والطشمة والحاجات دي كلها، لكن كتر الأسئلة عن الكحة خلانا نركز على فيديو بتاع النهاردة ان احنا نتكلم فيه عن الأمراض التنفسية ونركز أكتر على الكحة وإزاي ممكن نعالجها ونعالج الأمراض التنفسية عند الطيور بتاعتنا كلها، مش بس الفراخ ولا نوع معين من الطيور، لا أي نوع من الطيور عنده الأعراض بتاعة الكحة والطشمة والخرخشة والحاجات دي كلها، الأمراض التنفسية يعني المعروفة وأمراض البرد اللي بتيجي في الشتاء. يستخدم الأعشاب اللي احنا هنقول عليها النهاردة بالتفصيل في الفيديو ده، لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. معروف عن فصل الشتاء انه مليان بالمشاكل دي، مشاكل البرد ومشاكل الكحة والحاجات دي كلها، ومفيش حد بيربي عنده على السطح بتاعه الا وبيتعرض دايما لمشاكل من البرد والكحة والحاجات دي كلها. فلذلك وجب التنويه يا جماعة ان مش كل برد ومش كل امراض تنفسية تيجي للطيور نتخض ونخاف ونقلق على الطيور بتاعتنا، لان ده طبيعي، ده الموسم بتاع الامراض التنفسية وده الموسم بتاع الكحة والخرخشة والطشمة والحاجات دي كلها. لكن طبعا كثرة الأسئلة عن الكحة تحديدا، يعني أنا مستغرب أن الطيور بتكح كده كلها في نفس الوقت، يعني حتى عندنا يعني سبحان الله هو موسم كده للبرد وأمراض الكحة والحاجات دي كلها. يعني كان لازم ان احنا نعمل الفيديو ده ونركز معاكم على الاعشاب. لكن قبل ما تستخدم الاعشاب دايما لازم نفكرك بحاجة مهمة جدا، انت ممكن تتجنب الموسم ده، ممكن تتجنب المشاكل دي كلها، ممكن تبعد بالطيور بتاعتك عن اي عدوى ممكنة، وممكن فعلا ما يتصابوش خالص رغم انتشار العدوى ورغم انتشار المرض في الجو، ممكن تخليهم ما يتصابوش وما يحصل لهمش اي مشاكل تنفسية عن طريق الوقاية. والوقاية زي ما احنا عارفين دايما بنقول ان هي خير من العلاج. انت لازم تحافظ على المكان بتاع الطيور نظيف دايما، ولازم تحافظ عليه دايما في اكل وفي مية باستمرار. واهم حاجة بقى في الأمراض التنفسية وفي البرد والكحة والحاجات دي كلها فكرة التهوية يا جماعة، التهوية لازم تكون تهوية غير مباشرة. يعني ايه تهوية غير مباشرة؟ يعني الهواء ما يخبطش في الطيور مباشرة، ما يبقاش الطائر كده تفتح عليه الباب بتاع العشة فالهواء يدخل عليه مباشرة يخبط في وشه كده، يعني بنسبة 99% هيتصاب، لا قدر الله طبعا، بنسبة 99% هيتصاب بيه مرض من الامراض دي كلها، كحة او طشمة او خرخشة او اي امراض تنفسية في فصل الشتاء. تعمل ايه علشان تخلي التهوية غير مباشرة؟ انت بتقفل العش عادي اللي هم هيناموا فيها، تقفل عليهم المكان كويس، لكن بتفتح فتحات عالية ما بتبقاش ارضية، ما بتبقاش في مستوى الطيور تحت، لا بتبقى الفتحات عالية فوق كده، من فوق الشباكين، شباك يدخل هواء وشباك يخرج هواء، كده انت جددت الاكسجين في العشة وجددت الهواء باستمرار، وفي نفس الوقت الطيور ما تخبطتش في وشها باي نوع من انواع البرد او الهواء المباشر اللي يؤدي الى امراض البرد. لكن لو ربنا قدر والطيور بتاعتك اتصابت باي امراض من هذا القبيل، تستخدم بقى الاعشاب اللي احنا جايين نتكلم عنها النهاردة في الفيديو ده. الاعشاب دي يا جماعة مجربة بنسبة 100%، مفيش حد جرب الاعشاب دي الا وشكر فيها وقال ان هي الحل المثالي والاول والاخير لمشاكل الكحة ومشاكل البرد وكل الاعراض والامراض اللي بتظهر في فصل الشتاء وفي الايام اللي احنا فيها. طيب الاعشاب دي هل
غالية مثلا هتكلفك او هتشتريها بفلوس كتير، لا خالص، الاعشاب دي موجودة بكميات كتيرة في الاسواق ورخيصة جدا، اغلبها رخيص، يمكن بس هو الزعتر اللي فيهم ممكن يكون غالي، لكن الاعشاب التانية اللي زي الريحان وورق الجوافة، هما التلات اعشاب دول يا جماعة، الزعتر والريحان وورق الجوافة، الاعشاب دي فعلا اثبتت تجارب علميه وتجارب كمان على يعني على السطوح عند كل الناس وفي العشش عند كل الناس وفي كل الاماكن بيجربوا دايما الاعشاب دي وبيلاقوا ان هي فعاله جدا في القضاء على مشاكل البرد. طب ازاي ممكن بقى نستعمل الاعشاب دي وناخد منها اكبر فايده؟ احنا عارفين طبعا ان الاعشاب عموما علشان تاخد منها اكبر فايده لازم تغليها غلوة مش كتيرة، يعني تغليها كويس، وبعد كده وانت بتغليها طبعا لازم تفتكر انك تغطيها علشان لو فيها اي زيوت طيارة ولا اي حاجة ما يعني ما تقعش او ما تطرش وتضيع منك، تستفيد بيها كلها يعني. فبعد ما تغليها وتغطيها وتاخد منها كل الخلاصة بتاعتها، بتاخد السائل ده اللي هو مثلا ممكن يكون في حجم كوباية، وتحط من السائل ده على قد بقى اللترات اللي عندك وعلى قد السقايه بتاعتك، يعني ممكن تحط حجم الكوبايه دي تحطها على 3 لتر ميه، كده انت هتستفيد بالاعشاب دي، هتغلي الزعتر او هتغلي الريحان او هتغلي ورق الجوافه وممكن تحطهم كلهم خليط مع بعض وتغليهم كلهم في ميه، وبعد ما تغليهم كويس هتصفيهم من اي شوائب او اي اعشاب وتاخد الخلاصه بتاعتهم اللي هي زي ما قلنا في حجم كوبايه، في حجم كوبايه صغيره، كوبايه شاي صغيره، تاخد الخليط ده وتحطه على 3 لتر ميه، وممكن يكفيك اكتر كمان من 3 لتر ميه لان ده هيبقى مركز جدا. عموما انت لما تستعمل الاعشاب دي هتلاحظ الفرق المباشر والسريع جدا في صحه الطيور وفي فكره التخلص من امراض الكحه والخرخشه والحاجات دي كلها، هتلاحظ فعلا ان الطيور اتحسنت وبقت قادره على التعامل والاكل ونفسها اتفتحت وفقد الشهيه اللي كان عندها راح وبتقدر تتنفس وما عندهاش صعوبه في التنفس باي شكل من الاشكال، كل ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وحكمته في خلق الاعشاب دي. يا جماعه الاعشاب دي سحر فعلا، الاعشاب دي كلها اللي احنا بنكلمكم عليها الفتره الاخيره وبنقول لكم اعشاب غريبه شويه وجديده، الاعشاب دي سحر ومؤثره بشكل سريع جدا على حاله الطيور من كل النواحي، وانت لما تحافظ على صحه الطيور وتحافظ عليهم من امراض البرد والحاجات دي كلها اكيد كمان هتحافظ عليهم من ناحيه الانتاج، وهيكون انتاجهم من البيض واللحم كتير، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما يتقطعش ابدا عنك. ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول عن طريق اشعارات مباشره ليك من اليوتيوب، وما تنساش تعمل تعليق على الفيديو باي مشكله بتواجهك في عالم تربيه الطيور ايا كانت المشكله وايا كان نوع الطائر، اكيد هنرد عليك في اقرب وقت باذن الله في التعليقات، وان لزم الامر نعمل فيديو اكيد مش هنتاخر عنك، ونشوفكم على الف خير في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.